قلبي مهنقا ولسانا ذاكرا يعرب ذاكرة أو حسك إلهي كوكو ينمر والبا عرب ويريحي لكن أعمال وحوصو توريا مرنا جنة أدقود دواني سيد مرنا النار تقود دواني سيد إسلا عرب كانوا ما مرنا بين شيغا مرنا رونتا شيغا مرنا إلهي بو حسا مرنا معصية هذا المعصية أيوكوها الله مرنا داتكو عايا ونار باتكو قال عيدا من آذن كاد عايا سيد مرنا داتكو وناقو شيغا وناقو مدادو شيغا سيد جنة تكو قالي إسلا عرب كانوا ويان مرك عرب كينا وينا كوكوينا إلهي ذكر قيسا صحابي النبي النووي مد عليه الصلاة والسلام حكوي لي شرائع الإسلام كأيقوب بهذه عمل أن قبص النبي الله إيشك بكويري لا يزال لسانك رطب بذكر الله يونكتج عرب كاغو ينكوكوينا على مر والبا إلهي حسك سب النبي كويري مرك ذكر اللسان ما نبهنا هنا برنا عرب كينا ذكر اللسان سبحان الله وبحمده هذا مرتدادد جيت مرا جنادا لغا بيري استغفر هذا التي مدد ذنبي او ذنب الهي كا دافيا غفف غاغي او ذنب لو بدل حسنات اذكرت انا وان بدسنينا صلي النبي عليه الصلاه والسلام يستغفرت يا اذكرت ما ركتان مسنونه النبي كسو لغا سو وريي وان بدسنينا ألا أدلك بأحب الكلام إلى الله أبو ذر الغفاري بن نبي كويري ما كنت عملك إلى هكذا سلوك جعل بدن يحي إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وعبادة قولك تإلهي أكتي سلوك جعل بدن يحي بن نبي وعبادة وسبحان الله وبحمده ذكر إلهي بدي عائشة رضي الله عنها وحاك الله نوش يكتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نلشي سعينت أبدا ذكر بوها ذكر الجوارح نوا محي هذا النبي مسكيد سوق لا يدعى الله خرستولها أيضا نوا ذكر هذا مسكيد كبحا يدعى الله خرستولها هذا أقل كقلا يدعى الله خرستولها هذا أقل كصبح يدعى الله كصبح بولها هذا سوق مر يدعى الله قمر بولها هذا بالصوب لا تبشر كدعى الله خرست بولها هذا دار حنا يدعى الله خرست بولها هذا ريرجي سلا سحنا يدعى الله خرست بولها هذا قبل كدعى دعى الله خرست بولها هذا سوق عوردة كسوق عدعى الله دعى الله خرست بولها هذا واقو برينا دعى الله خرست بولها يذكر الله نبي إلهي بو حسا ينولشي سو دنبا مركا نولشي سو دن طاعي هيد كل مطيع ذاكر بعلم دولادين قف كستو إلهي أضع سن وذاكر ذكر وكان عربك كليا ماها دعوي كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام كسو أرور نكسو أرور السنة ديسا وأين أمبرنا إمام النووي رحمه الله كتاب نمب نقر لنا مقعيس كتاب الأذكار أذكار تاسان أخر سنين أذكرت وحسن أذكرك إلى لين ودفيس ودفيس هذا دفيس كأكون عديد شيطان كوات كان نبض قشي حسد كوات كان نبض قشي سحرة سحر كوات كان نبض قلي قال هذا إيه مارك تاني شرك كوات كان نبض قلي واحد نقول إسا قف محفوظة وحق إله اللي جي إلى ليه بعد نقول إسا هذا أذكرت آخر السنة بل حديث كآخر سو والنبي قول عليه الصلاة والسلام قف كجوري جيسا مارك أكبح يدعى آخر استا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان نك أقل قيس مرك وكبح يبو نبي قول دعاء آخر استا ودعاء بسنك إلهي ما نقلك كصوبحي توكلت على الله إلهينا تلد وندبتي لا حول ولا قوة إلا بالله حالد أن معاصدة أن كقل إحلان أن يقول مليه أود أن طاعد إلهي كو قبن كرانا مجرتو إلا إلهي أدونا مويانه نك دعاء آخر استبو نبي قول إيهي ملك با أير هذا هديت وادها نونتي وكفيت وحي أدوية حاجة هذه باهي كاغد دات سناي ودنا ولاغو قبطو ولاغو دبولاي وباهي دادي عيد كلا كو قبتي ووقيت الشر يا مصيبه يا بلايا وحي ادونك مانتا لو قدر بين اذن كنا اديغا وا لاغا لخيو وا لاغا الهالي شيطان كينا ميلو كو صوبره ما جيرتا لو يدادا بل دعاده كو رما ودن كان انت ان مرايني دد بدن با مساجد لا نوو كين وبد ير ير او دخترد اي دادن حنوكو غران ماينو
دكتور ردي ودندن يو جرمال كمال والبر دكتور ردي انتو الله صومري ايا لدي كان عذر ما قرن حنون قسيس كهيستا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حد مسلمين توقاتان كود نغمان بلا يبادن عددك كود عيسى الهي وكيل لنيا لأن السنة النبي قفك كود نغمان نو فيسبوك قد عيشة دانك يشركيس لذلك أذكرت النبي أنا هم برنو إن شاء الله هذا هكود نغرنو ولي بخاص دادت كينا ودن كان جوغا بالذات دادت ودن كان سوغا ليو أذكرت أسكو إلى ليا قل والله يا معودتينك صلاة المغرب مركي لقب حنا صدح صدح جار خريستا بعد صلاة الفجر صدح صدح جار خريا صلاة كالصفر ذا مركي لقب حنا هل مر بخريستا هبينك مركي تجيفنا سنة كتاب كان حسن المسلم وكتاب حج بقي سؤير يهي لكن معاني وين بوحن بارسي هي كتاب قاير انتو الله صوب بحدان حافظها هردقو دمر كان هلا برؤوبت كان هلا أخريو أقل كان آية الكرسي كو أخريا هبينك مركو قفك مؤمن كو جيفانا يبو نبي قولي آية الكرسي قفك أخرستا هي هبينك آسو دوحا إلالين يبو نبي قولي مارك تاني حافظ والاقو إلالين مالك با كدول تاقنا كو إلالين ايا سيدانكو ميلو كو صوبر هيلي ميسي مركا عرب كينا عرب ذاكرة الله كدقو ذكر إيمان كان أقوى يا عليك بتل عليك عليك بتلاو عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض بنبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر وحد كد داشا إله حسك سنة بتصو قرآن كآخر سك سنة بتصب نبي كود قرآن كآخر سك لازم أرلا دنا وحكون نغنى يا قرآن كأي ذكر جاء أتبت ستي ذكر جاء سوء حكون نغنى يا نور يا إفتيم بكون نغنى يا سمدنا والله جاء هذا الحين برسول كويودي سمد يا كا هذا الحين يا الله رب العالمين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إلهنا أبو ريبا نقول يا حسا أو يا هذا الحين مر والبع أنا أقول وأني هذا الحين يا هذا إلهي مر والبع عن هذا القادة أو قاري قاتفول سأتكو هذا القادة قاري قاتفول شيء قاري قد ذكر بولي يحي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون مركات كده دقي سنة دعادي اللهم انزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق حدا دعوي كابرنا وسنة النبي محمد كسوك نادي ويان نلش أو نن وحي نغن سعبادة كون نغن نلش هذا قاري قادر عدي مركات سنة هكور عدو عبادة لغو قرية جيف كآت جيفتي هدا سني نبي محمد كو جيفتي عبادة لغو قرية عنت داد عنيسو هدا سني نبي قاد كو عنتيسو عبادة لغو قرية غيري دا نقو دعدي هدا سني نبي قال وافجيو عبادة أجر باك هلينا أروس كاغا هدا سني نبي قا كود دبغدو عبادة لغو قرية هبين غرير كاغا مرك الله جيفانيسو هدا سني نبي قا انتوت علماء دا ويديسيد آت كولا جيفتي أجر يا صدقة لغو قرية تربية دا أولاد دا هدا دي كو تربية دي سيد أجر يا عبادة لغو قرية نلشو نوحي نغنسا عبادة كو نغن نلشادو لكن هدا دسكن نولاتا بلا سنة وعيقا دقيتا عادة كو نول باتا عادة كو نول عادة دا أجر لغا غم قرية أغو إنكم أنت دد بدن المسلمين دين وحيو فهمين صلاة مسجد كأي سوق لا ينتكن أيان صلاة دوا بداية ومش دين الإسلام قال لك بلابه ويانا مش كده ما تماها دين الإسلام هو أرقان وأرقان كبل مع عقيدة ده كورا ده ما دخلان ده ونكسن أقو عقيدة ده كبل مع إيمان ك يتوحيد كي دين الإسلام هو كبل مع أنت مش كده ما تنا وطبيعة ده ونكسن بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل حديث قوحة تلمام يا بنيان ابتداء تلمام يا وماشي دين الإسلام كأي كبل عبته سنس كمرك عقل الله شبه كابده الله نسي يبو كبل عبي نبي بنيا وركونة الإسلام كويان الإسلام كتا هاي حديث كان النبي قو حاوشا جاي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنا قادون قو حالا إيك نبي نبي قو يدي أخلاق دا تيد أقوة ناكسا إنا نلوشا بلا هذا كان قصر دمائسترو marka diin baa loo baahan yahay ummad diin ku dhaqmaysa inaan noqono
دين هذا كده غنو نولشينو نور بنقول نور على نور نور على نور بنقول لكن هذا دين الآن تكسعته نولش هذا وغفلة وعلى جاي أبا مركز دبات توي فربدن إن نولش هذا هل سوق لسه على جاي أبا مركز الله ينسيه وبدنا على البلاء صابرا بالنبي يقول وبدنا على البلاء صابرا ونعمة صدحات قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا بالنبي يقول قفك إلى هاي أوسي نعمة صدحات بالنبي يقول ونعمة داس وقفك إلى هاي أوسي جد بلايا دا حق الله وقتي ما دو أتكيسي بدن حنون هدو كل سو درسو دا إلهي باكو كينا أتكيسو فقر هذو كله سو درسو وواحد كوك قدرنا يأتكيسو مشاكل هذي كله سو درسان وواحد كوك قرنا يسكت أتكيسو ومشا قال كمسلم كوك كله وعدان ويان قال دونا واحد صدي أود عين بلي يهي مسلم كنا واحد ولي يهي وين قرنا دارين ثاني هروق صعو وين قدرنا لما باجين كرين dad badan maanta markay qadarka ilaahay ay garan waayeen ay fahmi waayeen zamankii aflagaadayaan waqtiga sida ay galay sumay dadan yu'dhini ibnu aadama walam yakun lahu dhalika yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr al-amru bi yadi uqallibu al-layla wan-nahar ba ilaahi hadith al-qudsi ina aadam ba idibay ba ilaahi yidi usudina aadan idibaya زمن كو أفلقادين يا زمن ماها ماها زمن وحا وحب بدل يا إلهي وحا ولي يا حي أمر كو أنيقا قعان تيدو كجرا حبين كي مالين تا أنيقا كينا يا نولش أدون كا أنيقا أمر كا قدين يا با إلهي دي مركا وحبت زمن كي أنا نفقل لقو تاقين زمن صدا كو قلين مجرو لد بدنا مسلمين ما أنت واكو هلان إرياداس وقتك هلكا إدقاي وقتك أنيقا إجيستي ريه بالعداتين وقتك إن لها يا وقتك بكور إني قاضي وقت كورك وما قاضو أذيك أنا كنا كور وما دقي إلهي عز وجل ضد كيسا إن كور بو قاضا إن هوس بو أدقا إن مال قبينو كدقا إن فقراء مساكين بو كدقا إن حنون بو كردا إن عافمات بو سيا إن أبتكو كقبتا إن أبتك الله بلاريا إن إلهي وعزيا إن إلهي وادوليا إن إلهي بحنوني إن اللنتيه الله ذي إلهي بأغو تلقلي ومقادير ويان قدر كآمن وعد نقطة استسلام الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة وأساسيات كالتوحيد كويان إن وقف إلهي اسكنيبو وحي طاعة إلهي وفرين أولي ما دو واتقف كمسلم كعقيدة دي سيكون دي سنتا هذا الددالة يا وشقي سنة يا قدر كآمن هذا ازدوين يا دوادي استعمال يا قدر كآمن أدقوا شقي سنة يحوك سنة قدر كآمن أدو فعل كي لي مدي هذا قدر كآمن قدر كاللقتك مايو شقد إيه أسباب ترى لقتك مايو وقو واني لابد أصلا صعبان مركا أتكيسي وين نقطة قف مسلمة ودبات دو أتكيسنا يا داد بادونا مسلمين ما أنت ويأتكيسن وين كلايل وانا أتكيسن ويني gaajer waan u adkeysan weynay dagaalay oo mar ina soo mari waan u adkeysan weynay dib kaliye ka soo baxsadeen dib kaliya oo leeyahay colaad colaad bay ka soo baxsadeen laakiin boqol mashaakil oo aan la garanay bay maanta cagaha la soo galeen waxa ka dhacday inaan yaa harigeyga celiya maanta ma xasheen yaa harigeyga celiya yaa nimba tuulo yar buu deganaa gaariga marka magaalada ka soo baxay magaalada kale u socda ayaa soo mara ninka urgac yar buu haystaa urgi yar wuxuu fooniyana beriga ma jirin iyo telefoonna ma jirin laakiin wuxuu eegtay xadcad uu eegtay xilliga baabuurka meesha uu soo marayay oo dadkaa buu ka iibin jiray marka cuntada baabuurkii baa dhexda ku jabay marka urgici keliya uu lahaana uu qalay baa la yidhi halkan uu yaalaayo markuu baabuurkii uu waayay urgi ayaa ka cun hilibkii intii leeka ciid ayaa wankii urga ayaa wankii harigeygiga celiya buu yidhi dadkii maanta halka dhulkan u soo qaxay oo dhan waxay marayaan calaacal arayaa dalkayga nabadu nooga dhigo mar nagu celiya
dalkuna de waa nabad ogaada hada dhibaato ma jirtee dhibaato ma jirto dhibaato waxa jira kuwa adaacadaha journalistku iyo jaraa'idadu ay abuunbuuniyaan wax weyn ka dhigan mooyaane dhib ma jirto dulkan dadku ay u yaaceen ba ka dhibadan dadka dulkii joogay gaalnimo looga baqimaayo laakiin dadka dulkii ka soo baxay ee dul gaala tagay oo iyagu waa muslimiin waa run la ubadkay gacanta hayeen la yimaadeen waa muslimiin waa run laakiin kuwa ku dhali doonaan iyo kuwa si dhali doonaan ilaahay ba ogsay ku dambeyn doonaan laakiin xaaladu waa halis weyn adkaysi baa qofka muslimka looga baahan yahay inuu adkaysto inuu adkaysto sabro sabir la'aanta waxay keenaysaa marka dhibaatadu ka soo orday dhibaatooyinka waaweyn qofka inuu ku dhaco markaas marka wixii ilaahay noo qadaray raalli baan ku nahay gabadhii xabashiyadee reer madiina ahayd ee nebigeenna u timiday calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi yaa rasuulallah waan suuxaa suuxdin baan qabaanu oo jidadkaasaan ku dhacaa dana markaan jidka aan ku dhacana maaragtaane marada ayaa iga fiidanta ii ducee ilaahay inuu caafimaad siiyo markaabuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi haddaad doonto waan kuu ducayn ilaahay inuu ku caafiyana waan ku weydiin haddaad doonto waad u adkaysano waa sabriyo jannaan kuu ballanqaadi buu nebigu jannaad ku heli buuhi xanuunkaas waayo dadka sabre adkaysta jannay leeyihiin innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab dadka adduunyada dusheeda lagu ibtilaayo ee adduunka dusheeda lagu imtixaamay imtixaanka u adkaystee sabra ajarkoodu waa bilaa xisaab baa ilaahay yidhi janna ilaahay siinayaa tabaaraka wa tacaala abaalka lama la janno mooyaane markaabuu nebigu gabadha u bandhigay labadaa shay inuu islamarkiiba u duceeyo oo caafimaadu ilaahay u weydiiyo ducada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa mustajaabo ducada nebigu ma soo noqoto ilaahay ducada nebi maxamed markiiba waa aqbalaa iyo inay xanuunka u adkaysato oo ay jannaha dhow ku hesho markaasay isku noqotay way soo fikirto waxay aragtay in adduunyadu ay bilaabo nolol meel ka bilaabmaysa meelna ku dhammaanaysa inay tahay aakhiraduna inay tahay nolol bilaabmi doonta oo dhammaad aanan lahayn oo xaqiiqadu adduunyadana ayna ahayn xaqiiqadu aakhirada tahay maadaama sidaa u fahamtay way soo noqoto nebiga u timido waxay ku tidhi yaa rasuulallah xanuunka hay haye iska dhaaf bay ku tidhi laakiin janno ilaahay ii weydii midna iiga ducee bay ku tidhi meeshaan doona han ku dhaca bay ku tidhi yaana maradu iga qaadmino yaana cawradeeda la arkin ilaahay intaa ii weydii bay ku tidhi xishoodku cajiibsanaa laana xishoodkii iimaanku way wada socdaan ogow haddii iimaanku nuqsaani soo gaadha bay culimmadu leeyihiin xishoodkuna uu nuqsaamayaa haddaa gabadha muminadda iimaankeeda uu biirana xishoodkii uu biiray ogow haddaad aragta gabadh muslimadoo bilaa xishood oo bilaa xayaaya dhaawac nuqsaana liimaan baa ku jirta nolosheeda ogow ducfa liimaan baa ku dhacay way bugtaa halkanay ka bugtaa qalbiga ilaahay abuure bay ilowday aakhirada u socota bay ilowday hadafkii nolosheeda laga lahaa bay ilowday xisaabi inay sugaysa bay ilowday janniya naar inay dambeeyaan bay ilowday taasaa markaa u keenay markaa inay noqoto bilaa xayaa taasaa keentay markaa inay noqoto bilaa xayaa lidalika gabadha madow xanuunkuna ma aha madax wareer iyo maaragtaanay xumad iyo garaac maahayn waa qallal jidhka dhan baa dhacaya jidhka dhan miyirka dhan ayaa tagaya dadna markaasay waddada ku dhacaysa intay ay saacadood ay maqnayd wixii dusheeda ka dhacay kama warqabto xanuunka sidaa u daran ee gabadha hayay ayaa markuu nebigu yidhi janno ayaad ku helaya adkayso ayay tidhi haddaan janno ku helaayo iska daabay ku tiri yaa rasuulallah iyo jannaday ku xisaabtamayeen inaguna maanta adduunyadan eegaynaa adduunyada